معكم سنتي عنا لين بطلة لبنان بالدريفتينج. مشوا معي لحتى أخبركم قصص ما بتعرفوها بعد عنها. بلشت بعمر كتير صغير، كان عمري تقريبا شي 14 سنة. بلشت أعمل دريفت، اشتريت سيارة كانت فرونت ويل درايف، ما كنت قادر أتحكم فيها مظبوط للدريفت. بعد فترة، بعد شي 3-4 سنين، رجعت اشتريت سيارة بتشد من ورا لتساعدني بالدريفتينج. أنا بنصح كل بنت بتحب الدريفتينج والسواقة والسرعة تشارك بشي بروفيشنال، يكون مش على الطريق، لسلامتها أولاً ولسلامة غيرها. إذا فتحت صندوق سيارتي، الشيء الوحيد اللي ممكن تلاقوه هو دواليب. دائماً عندي دواليب جاهزة لأنه ما بعرف بأي وقت بيكون عندي تمرين. هلا أنا بالأيام العادية ما بسرع أبداً، بتشوفني بسوق مثل حيالله إنسان. بسرع بالحالة الوحيدة بس يكون بقلب الإيفنت، يعني أنا بالدريفتينج بدك باور، بدك سرعة. سو هالمحل الوحيد اللي أنا بسرع. هذه كانت حلقتنا لليوم، إن شاء الله أكون قدرت أجاوب على كل أسئلتكم. وبدي أقول ألف مبروك للمرأة السعودية على قيادة السيارة. Oh, thank you.